الحياة نلملم أشعة من الحكايات والقضايا وشخصيات لها أثرها في المجتمع العدني لتجتمع جميعا في برنامج أهل المدينة، فأهلا ومرحبا بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: مصلحة الهجرة والجوازات في عدن، أول مؤسسات الدولة تحررا من الإنقلابيين، والأكلات العدنية تزين الموائد الرمضانية. يتفنن في الانتهاك. الواقع الحقوقي في عدن يشكو غياب الدولة. حينما يأتي السيل يجرف معه الكثير، ومدينة عدن تحاول أن تجرف ذكريات الحرب الأليمة بمجموعة من الفعاليات والأنشطة. نذهب وإياكم في جولة إخبارية سريعة وفقرة أسبوع المدينة. زار وفد من الصندوق الكويتي لإعانة المرضى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بمديرية الشيخ عثمان بمدينة عدن. الوفد الكويتي وقف خلال الزيارة أمام أبرز الصعوبات والاحتياجات التي يعاني منها مستشفى الأمراض النفسية، ووعد بتوفير مولد كهربائي وسيارتي إسعاف للمستشفى، كما وعد بتقديم بعض الدعم في الجانب الإنساني للنزلاء وتوفير بعض المتطلبات الأخرى في إطار الدعم المتواصل الذي يقدمه الصندوق الكويتي للشعب اليمني. دشنت في مدينة عدن دورة تربوية لتأهيل موجهي التربية والتعليم والإدارات المدرسية. الدورة التي استهدفت كافة العاملين في سلك التوجيه المدرسي بالإضافة إلى مدراء 30 مدرسة تأتي ضمن برنامج تطوير وتجويد التعليم وبدعم من منظمات اليونيسف. كرمت مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية في عدن 114 حافظاً وحافظة للقرآن الكريم ضمن مشروع الشفيع، وهو أحد المشاريع الإسلامية التي انطلقت من دولة الكويت وبمشاركة 21 دولة عربية وإسلامية. وخلال حفل التكريم أكدت كلمات المشاركين على أهمية دعم مثل هذه المشاريع التي قالوا إنها تقدم هذه الكوكبة من الحفاظ لخدمة المجتمع. مر أكثر من عام على انتهاء الحرب، ومدينة عدن لا تزال تعيش في سجن كبير بسبب إغلاق مصلحة الهجرة والجوازات، فمن دون جواز لا تستطيع أن تغادر الأراضي اليمنية. قضيتنا لهذه الحلقة هي عن الهجرة والجوازات، لنتابع. تحاول الحكومة أن تخلق واقعاً جديداً لتطبيع الحياة في المدن التي تحررت أمنياً وليس إدارياً من هيمنة ميليشيا الإنقلابيين. هنا مصلحة الهجرة والجوازات في العاصمة المؤقتة عدن، كما يبدو المشهد في أول يوم لاستئناف العمل وسط صعوبات وتحديات. جواز عمل اسم الجمهورية اليمنية، وجواز رسمي لكل مواطن يمني الحق الحصول عليه، تسافري في أي لحظة وفي أي وقت ومن أي منفذ، لأن الجواز صالح للجمهورية كلها. استئناف أعمال المركز الآلي لمصلحة الجوازات في عدن هي خطوة نحو تفعيل مؤسسات الدولة الخدمية بعد أن ظلت لأكثر من عام خارج إدارة الشرعية بسبب ارتباطها بالمركز الرئيس في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا الإنقلابية. فيما يتعلق في الرسوم، الرسوم هي نفس الرسوم اللي كانت تؤخذ من السابق، هذا واحد. فيما يتعلق بالتسهيلات، التسهيلات لابد من أي مواطن يريد الحصول على جواز سفر لابد أن يكون حاصل على بطاقة هوية، هوية كمبيوتر رسمية تملك، في حالات مرضية إنسانية بحتة نتعاون بالبطاقة القديم بشكل مؤقت بصورة استثنائية. أول مرحلة يحضر الشخص تصوير، مرحلة الأولى. مرحلة الثانية تحري ودخال مرفقات. مرحلة الثالثة تسنيد الرسوم، ثم يطلع على الكمبيوتر
الفحص لإرسال البيانات، ثم يجي الرد للطباعه عند الاخ اديب، تبدا بعدين التغليف هنا، اخر مرحله اللي هي القراءه. هذه الاجراءات الحكوميه وان جاءت متاخره الا انها ايجابيه في نظر المواطنين، وتفتح نافذه امل لكثير من الراغبين بالسفر خارج اليمن بعد ان حرمتهم الميليشيا حقهم في الحصول على جواز السفر، وخاصه المرضى وجرحى الحرب. قريح من جرحة عز، و لا العلاجات ما فيش بتاع عز ولا في مستشفى متخصصة. إصابتي كانت بالمفصل وأحتاج إلى مفصل صناعي، وقرروا لي الدكاترة قرروا لي سفري للهند. عانينا وعلى أساس كنا بنروح لصنعاء ورجعوا، بعدين قالوا فتحوا الجوازات هنا بعدين، والحمد لله. زي ما أعطى الدستور الحق لكل مواطن الحصول على البطاقة الشخصية، أعطوا الحق الحصول على الجواز. فالناس استوعبت من الأخطاء السابقة أنه في ناس حياتهم كانت معلقة بجواز وتوفيوا نتيجتها كذا، يعني يشو يسعفوه مش قادرين لأنه ما عندهش جواز. اللي راحوا في الحرب أغلبهم راحوا، طبعا الأمر بيد الله عز وجل. الكثير هنا يسعون لاستخراج جوازات سفر لمغادرة البلاد، إما بحثاً عن فرص العمل أو استكمالاً للعلاج، لكن الإجراءات ليست باليسيرة. أنا أبغى أسافر دالحين مثلاً لدورة تدريبية في أرتيريا. فلا زال أمامهم الكثير من التعقيدات التي قد تحول دون السفر. فمصلحة الجوازات ترتبط بمركز رئيسي بديل تم استحداثه في العاصمة السعودية الرياض. نقوم الآن بعملية فحص مراجعة البيانات بعد دخلها من الاستعلام واخذ الطلبات من المواطنين، نقوم بارسالها للمركز الرئيسي في الرياض حتى ياتي الموافقه. فيما لا يزال مطار عدن الدولي مغلقا امام المسافرين لاسباب غير معروفه. عندي الوالده مريضه وش اسافر بها لاي دوله، السودان، الاردن، الامارات، ما فيش رحلات نهائيا. المطار موقف بشكل مؤقت، هذا لا يعني انه المواطن ما يكونش بحوزته جواز. وفي المقابل يشكو موظفو الجوازات من قلة الإمكانات وتدني الرواتب وغياب المسؤولية الحكومية تجاه الموظفين، فالكثير من العاملين هنا يبذلون جهوداً ويقدمون خدمات للمواطنين وبدون أي مقابل. من هنا تتم مرحلة الطباعة وإدخال البيانات، ومن ثمها فحص البيانات، ومن ثمها طباعة الجواز. يعني من هذه المرحلة طباعة تتم، يعني طباعة الجواز. الجهود اللي يبذلوها الشباب هنا والبنات برضو، بناتنا، انت تدري انه البنات حقنا يقول يشتغلوا لآخر الليل لما الساعة 2، مجهود ذاتي ما حد يصرف ريال لهم. راتب الموظفين مع احترامي الشديد ما فيش جهة مسؤولة، ما فيش جهة مسؤولة. عند واحد بيستلم راتبه، الثاني بيستلم ربع راتب. أنا بكلمك كمسؤول، أنا أستلم راتبي ناقص على الأمة كلها، ليش ما أدريش. أنظار اليمنيين جميعاً وليس أبناء عدن فقط تتجه صوب هذه المؤسسة التي غدت المنفذ الوحيد للسفر الآمن في ظل ما تفرضه الميليشيا من قيود وتعقيدات في إجراءات السفر على اليمنيين وخاصة المناهضين للانقلاب. يعني العمل مش كله مشان محافظة عدن، نحن نتكلم عن الجمهورية بشكل عام، لأنه يعني الناس في حد ذاتها منذ إعلان الوحدة إلى الآن الناس منشبكة ببعض. ما في واحد يقول لك انا زيدي، انا يافعي، انا شافعي، انا احنا كلنا في الاول في الاخر يمنيين. في شهر رمضان الكريم من كل عام تمتلئ الموائد الرمضانية بألذ واشهى الأطعمة. حكايتنا اليوم هي عن الموائد الرمضانية العدنية.
على مد البصر يفترش الصائمون مائدة الإفطار بالنكهة العدنية. فوجبة الإفطار في عدن ما زالت تحتفظ بهويتها، وعلى الرغم من تقادم السنوات إلا أن المشهد واحد يبعث في النفس شعوراً دافئاً تسمو معه أرواح الصائمين المتحابين. سبوسة تكون أغلبها دقيق، أغلبها بالدقيق، والبطاط والبصل ولا جبن، في سمبوسة بالجبن، في سمبوسة بالبطاط. السمبوسة والباقية هي أم الوجبات على مائدة الإفطار العدني، كذلك اللبنية المشهورة بالمحلبية في بعض المناطق اليمنية والشربة، وعصير الليمون والشراب بألوانه ومذاقه المتعدد. السمبوسة يعني تصنع من البصل، حوايق لحم، حوايق شركة، بهارات وملح. في بعضهم يحبون ناس بالسمبوسة بالخضرة، يحب بالدقة، في يحب بالقبل، كل واحد يعني حسب الصايم. نقطع الخضرة، بعدين نرش الملح، نرش الحوايق، نقلب به. نبدأ يعني نسوي عملية الربط على السمبوسة، نلفه. مائدة الإفطار هذه لم تختلف عن أزمنة مضت، ففي كل عام من شهر الصيام والمائدة العدنية كما هي، لا تتغير سوى بعض الوجبات وبما يتلائم مع الظروف المعاشة. أكثر الناس يحبوا الصيام بعدين أربع خضرة، وأغلبية الناس يحبوا بدقة. أنا معي ثلاثة أنواع بالسوق، قبل ودقة خضرة. تبدو ملامح الزمن الجميل كلها حاضرة بمختلف الأكلات العدنية التي لا يمكن الاستغناء عنها بعد يوم شاق من الإمساك في ظل صيف حار. فهنا الشفوت المكون من الزبادي الممزوج باللحوح وبعض التوابل، ولا يغفل الناس في عدن أيضا في رمضان عن البودينج ما يعرف بالكريم كراميل، ووجبة الكاتلس المعروفة محليا بالكباب والمدربش. في المائدة الرمضانية حلويات تصنعها الأسر العدنية خصيصاً للإفطار، وأهمها بنت الشيخ والمقرمش. من سكان عدن من يتناول وجبة العشاء عقب صلاة المغرب، بينما يتناول نحو نصف السكان عشاءهم عقب صلاة التراويح مباشرة، مع إضافة ما تبقى من وجبة الإفطار إلى وجبة العشاء التي تتكون أساساً من الأرز والصنون الحمراء، إضافة إلى الدجاج بالعادة أو السمك الذي عزف عنه الكثير من أبناء عدن بسبب الاعتقاد السائد بأنه يزيد من العطش أثناء الصيام في نهار رمضان. تلك الوجبات أصبحت جزءاً أساسياً من المائدة العدنية في هذا الشهر المبارك، وأضحت أطباقاً تقليدية معتادة فيها، ويرغب الجميع بتناولها في كل موائد إفطار رمضان وفي كل منازل سكان هذه المدينة العريقة.
مشاهدينا أهلا بكم معنا اليوم الأستاذ صالح أحمد بيبان رئيس رابطة المحامين، فأهلا ومرحبا بك أستاذي الكريم. أهلا وسهلا. بداية أستاذ، لما هي الأسباب التي دفعتك إلى أن تتجه نحو التيار الحقوقي؟ شكرا لك أستاذة. الحقيقة سؤالي يمثل جوهر حياتي الحالية. الأسباب متعددة، ولكن أهم سبب أنه عندما تنشأ في بيئة تؤمن بحق الإنسان في الحياة الكريمة، تؤمن بأهمية حدوث علاقة كيميائية مرتبطة بفكر الإنسان ومكونه وثقافته تجاه حماية أهم كائن خلقه الله على وجه الأرض، فتنشأ على ثقافة قائمة على حماية الحقوق، على احترام الإنسان، على احترام رأي الإنسان وفكر الإنسان، فلا تملك إلا أن تنضم إلى فكرة الدفاع عن منظومة الحقوق والحريات. ولله الحمد وفقت في بيئة أسرية تؤمن بحق الإنسان في العيش الكريم، تؤمن باحترام الإنسان، تؤمن بحرية الرأي، الشراكة، العلاقة المتبادلة، الأدوار التكاملية في إطار الأسرة بين الوالد والوالدة والأبناء، إضافة إلى رومانسية مرتبطة بأحاسيس جدا مرهفة يتمتع بها السيد الوالد لأنه هو أديب وشاعر، إضافة إلى رقي الوالدة وعلاقتها المتميزة مع الكل، فتخلق في ذاتك فكرة مرتبطة بأهمية الإنسان وحق الإنسان وضرورة حماية الإنسان وحقوقه ومنع حدوث أي انتهاكات عليه. نعم، حينما سلكت طريق المحاماة وطريق الحقوق وحقوق الإنسان، هل كنت تتصور أنك في يوم من الأيام ستصل إلى ما وصلت إليه في هذا المجال، حتى أنك الآن رئيس رابطة المحامين؟ البداية كانت بأفكار بسيطة اللي هي تنشأ من خلال ما يمكن أن تصادفه في إطار حياتك الطبيعية، فتجد أنه مثلا خالك، عمك، ابن عمك محتجز بطريقة غير قانونية أو نتيجة صراع سياسي تم إخفاؤه قسرا، فتتساءل وأنت طفل صغير لماذا يحدث هذا؟ تشاهد مجموعة من نساء العائلة خمس الفجر يتجهزوا للخروج، فتسأل ببراءة الطفل فين رايحين؟ يقول لك رايحين يدوروا لخالك، يدوروا لعمك فينه اللي أخذوه، فبتتكون عندك أسئلة أو إجابات نتيجة أسئلة بريئة ولكنها إجابات متعمقة جدا في وتكون أساس في تكوين شخصيتك المستقبلية. أنا لم أكن أتخيل أن أنا أصل إلى هذا المستوى، ولم أكن أيضا أتصور في طفولتي أنه حجم الضرر الذي يتعرض له الإنسان في حرياته وكرامته و اليوم لم حقه. لم تصب أستاذ بالإحباط وأنت ترى كل هذه الانتهاكات التي تحدث ضد حقوق الإنسان؟ للأسف إحنا كنا عايشين على قاعدة في هذه البلد الطيبة المعطاءة، وأخص بالذكر عدن أنه إحنا كنت تسمع الأهل يقولوا نحن بنتعب علشان يرتاحوا أولادنا، ولكن للأسف لم يتغير ولا نزال نسير على هذه القاعدة وهذه المقولة والقاعدة الآن إحنا سايرين عليها. أنا بتحدث الآن مع أولادي ونقول لهم إحنا بنتعب علشان أنتم ترتاحوا، وللأسف أنه تغيرت أشياء وكانت إيجابية جدا في مرحلة من مراحل الحكم اللي عشناها سواء قبل الوحدة أو بعد، ولكن وكأنه من يدير هذه البلد وكأنه في عداء مع الرخاء الذي يمكن أن يحققه لشعبه، وتشعر بأنهم يخرجوا من منظومة التي ستساعد على إيصال الناس إلى مرحلة العيش الكريم والرخاء وتحويل البلد إلى بلد تحظى بتنمية وباحترام حقوق الإنسان إلى بلد تشهد صراعات، وكأن هذا شيء يتوافق عادي طبيعي، وكأن هذه الطبيعة وليس الأمر الآخر وهو الرخاء والعيش الكريم والتحاب والتآخي والتبادل السلمي للسلطة وغيرها من المبادئ الديمقراطية والحقوقية التي يجب أن تكون سائرة. فللأسف تصدم عندما تدخل في عمق العمل الحقوقي، تصدم بحجم ونوعية ومقدار الانتهاكات التي تحدث. أيضا اليمن امتازت بأن لها مثل ما كان يردد ولا زال يردد ساستنا الأفاضل أن اليمن تحظى بخصوصية ليس على مستوى السياسي والاجتماعي فقط، ولكن أيضا حتى في تصنيف
نوعية الانتهاكات. وصلوا إلى مرحلة أنهم يتفننوا في الانتهاك كده، وكأنه يعني أيوة ماركة بتسجل باسم منتهك يمني يمارس انتهاك بتفنن. فتجد أنه وسائل تعذيب مورست وأساليب إخفاء ظهرت وأماكن إخفاء استحدثت ووجدت لإنهاء حياة ناس من غير أسباب مقنعة أو من غير أي أسباب، لأنه لا يوجد سبب مقنع أنك تخفي الإنسان وتحرمه من حق حتى في الحصول على المحاكمة العادلة، أو تحرمه من تواجده كإنسان ضمنت له السماء. لم تسبق هذه الانتهاكات يعني بالإحباط؟ مثلاً لم تسأل نفسك في مرة خلال مسيرة حياتك الحقوقية وأنت في المحاماة، ليتني لم أسلك هذا المجال، ليتني لم أكن محامياً؟ فضل الله علي أنه أعطانا ميزة، أنه كل ما كان الأمر صعب كل ما أزداد تمسك بضرورة إنجاز. ليس كل الملفات اللي اشتغلنا فيها يا أستاذة إنجزناها، ولكن إحنا عندنا قاعدة قانونية بتسمى استحالة التنفيذ. هل هناك ملفات أنجزت؟ كثير من الملفات أنجزت، لكن الفكرة الأساسية أنه السؤال بعمقه كيف أنجزت هذه الملفات الحقوقية؟ نعم. أنجزت بوجود فكرة إنسانية راقية جدا قائمة على حماية الحقوق والحريات، أنجزت أيضا نتيجة تضافر المجتمع وتلاحمه وتوحده خلف قضية معينة. أعطيك على سبيل المثال قضية معروفة بمتنفس الخليج الأمامي أو متنفس عدم مول مثل ما يطلق عليها بالمسمى الشعبي. نعم. تضافرت الناس ووحدت الجهود من مختلف الفئات، كبار السن ومتوسطي الأعمار، شباب، أطفال، ما يثلق الصدر أن الفئات التي دافعت عن متنفسات عدن، إن كنا نقول مثلا 1000 شخص تداعوا من أبناء محافظة عدن ومواطنيها وساكنيها للدفاع عن المتنفسات، ما يسعدك أنه 700 تقريبا هم من النساء. من حيث تقدير المسؤولية، من حيث التفاعل، من حيث نوعية الإنجاز أيضا والعمل الذي تقوم به، تجدها حريصة على توفير كافة الوسائل والسبل في إعداد الملفات ومتابعة القضايا والبحث عن المستندات، شحذ الهمم، حث الناس على التواصل وعلى التواجد وعلى التفاعل. هذه أشياء تسعدك بشكل كبير جدا، أنت تعيش في مدينة فيها سحر رباني، وبالتالي جزء من سحر هذه المدينة هو طبيعة ومكنون وثقافة المرأة فيها. فالمرأة شكلت جزء مهم جدا من ذاكرة هذه المدينة الراقية وعالية الأداء والمهام اللي نفذتها. نعم، خاصة أستاذ أنك يعني ذكرت لي سابقا أنك علاقتك بالمرأة واحترامك بالمرأة نابعة من الوالدة العظيمة وتربيتها لك. حفظ الله وحفظ والدتك ووالدة المسلمين إن شاء الله بإذن الله. أنه مرأة مهمة جدا في البيت، لا أحد يستطيع أن يغطي دور الأم ولا دور الابنة ولا الأخت ولا الزوجة. أنا وهبنا الله سبحانه وتعالى بميزات كثيرة جدا، عندي أم متميزة، عندي أخوات متميزات، عندي مدام على مستوى عالي جدا وفوق مستوى الحلم الذي كنت أحلم به، حبنا الله بمدام بزوجة متميزة في كثير. الله يخليكم لبعض. اللهم آمين. عندي بنتي الآن وعندي كثير من الشابات والشباب وأصدقائي وأخواني اللي دربتهم واللي تعاملت معهم واللي اشتغلت معهم، وهذه ميزة ربانية الله سبحانه وتعالى يمنحك إياها، حب الناس وحب الناس لك وحبك للناس. علاقة تبادلية راقية جدا تأتي من خلال قدرتك على العطاء وعلى التواصل وعلى المصداقية أيضا. المصداقية مسألة في غاية الأهمية، من الصعب بمكان أنك تقول أنت تدعم حقوق المرأة وأنت خارج من البيت تغلق على زوجتك ولا على أمك ولا على أختك الباب من الخارج، ممنوع تخرجوا، ممنوع تطلعوا، ممنوع تلبسوا، ممنوع تتكلموا، ممنوع تنزلوا. فهذه تناقضات، وإحنا للأسف في الشرق من يوم ما تركنا الفكر الفلسفي الراقي والفلسفة الإسلامية عايشين في التناقضات وفي الصراعات، أن الفلسفة هي علم البحث عن الحقيقة. هناك ظلم موجود في البيوت، هذا ما يؤثر على المنظومة الكاملة بالضبط. للمجتمع ككل. إحنا بندفع ثمن الظلم الذي يمارس ونعتقد أنه في الخفاء، لكن الله مطلع على الظاهر وعلى الباطن، مطلع أكثر على السرائر. فيعرف كل إنسان كيف مركب وكيف يتصرف. أستاذ صالح، كانت لك الكثير من يعني الأيادي البيضاء تجاه مدينة عدن في مجال المحاماة ومجال حقوق الإنسان، لو تحدثنا عن بعض هذه الإنجازات. اليد البيضاء العليا هي اللي عدن عليها، إن الله سبحانه وتعالى اختارنا أن نكون أحد أبناء هذه المدينة، فهذا فضل عظيم وكبير من الله سبحانه وتعالى. إحنا بنتدافع علشان كل واحد بيدفع على الآخر علشان نعيش حياة كريمة.
حاولنا قدر المستطاع أن احنا نصل إلى مرحلة نجعل مدينتنا وبلدنا بشكل أفضل من حيث المستوى الاقتصادي، من حيث الحقوق والحريات، من حيث مستوى الأداء السياسي وأداء السلطات المحلية وغيرها من القضايا. اشتغلنا في مختلف القضايا. أكثر القضايا اللي اشتغلنا عليها، وكنت رئيس لجنة أو فريق الدفاع عن المعتقلين السياسيين، عدن لاحق أبيان. اشتغلنا في مجال الدفاع عن ناشطي الحراك، وفقنا في كثير من القضايا. اشتغلنا في مجال الدفاع عن الإعلاميين وقضايا الإعلاميين. وفي مجال الإغاثة اشتغلنا بفضل الله تعالى، وفقنا أن احنا نكون جزء من فريق الإغاثة الكبير الذي اشتغل خلال مرحلة الحرب الظالمة التي شنت على مدينة عدن والمحافظات المجاورة وكثير من محافظات الجمهورية اليمنية. شرفت بأننا اشتغلت مع مجموعة من أفضل المجاميع الإنسانية التي عملت معها في إطار ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية، وكنت منسق عام الائتلاف. كيف كان الوضع الإنساني أيام الحرب؟ وإن أتيت على احتياجات الإنسان فهو يعد كارثي، ولكن عندما ترى الإنسان العدني فتنسي حجم الكارثة الإنسانية. تضافر، توحد، لحمة، إحساس بالمسؤولية عالي جدا. كان وعاد الحوثة على حدود عدن، فكان لي لقاء مع الإعلامي المتميز الشاب الرائع أحمد هاشم السيد، والمحافظة لم يكن فيها لجنة إغاثة ولا لجنة طوارئ ولا وحدة إدارة أزمات. فكنت أتحدث مع أحمد هاشم في إذاعة عدن، ولسه عاد في قناة عدن، وعاد القناة شغالة في التواهي. تكلمنا من واقع الإمكانيات المتاحة، لأن عندما خاطبنا الحكومة في الرياض وأرسلت لهم خطة الطوارئ التي تحتاجها عدن من حيث التأمين الغذائي وتأمين الدوائي وغيرها من هذا، لم نلقى عدن صاغية. وللأسف إلى اليوم ولا زالوا يناقشوا كيف يمكن أن يعملوا وحدة إدارة الطوارئ أو الأزمات، التي نقولها بمرارة أن هذه الوحدة وجدت في العاصمة أو في صنعاء تحت إشراف وإدارة الميليشيات، وفي عدن وفي أطار الشرعية لم توجد، وهذا إخفاق عالي جدا. من يتحمل تبعيات هذا الإخفاق؟ الإخفاق يتحمله الحكومة، يتحمله رئيس الحكومة، يتحمله الوزراء المعنيون. لا مبرر لإيجاد كل هذا الدعم من الأخوة والأشقاء في مركز الملك سلمان الإنساني، الهلال الأحمر الإماراتي، الهلال الأحمر القطري وغيرها من صندوق الدواء والصحة والتعليم الكويتي. نعم. وهذا الفجوة الإنسانية لا زالت موجودة. لا يوجد مبرر غير أنه سوء إدارة وسوء قدرات أو ضعف قدرات في توظيف هذه المعونات التي نحن نعاني منها، من أن مليارات وصلت إلى اليمن من قبل الحرب ولم يتم استثمارها بشكل صحيح، فبالتالي هي تنعكس عليك في وقت الأزمة أيضا، لأن أنت خلال السلم وخلال مرحلة انتقال السلطة من فبراير 2012 وما قبلها، اللي كانت صندوق إدارة المعونات اللي تم تشكيله. نعم. بإدارة أممية وأوروبية. نعم. يعني الوضع الإنساني الآن بعد الحرب هو أسوأ ما كان عليه قبل الحرب؟ للأسف أقولها نعم، للأسف، على مستوى الخدمات وعلى مستوى الصحة وعلى مستوى الاحتياج الاقتصادي للناس. احنا بنتحدث مثلا إذا كان هذه المدينة وما جاورها خذها كيقليل في الضالع ولحد أبيان وعدن، المعروف أنه معظم الناس بتعتمد على 80% نقول بتعتمد على مرتب الوظيفة العامة، وبالتالي عندها مدخرات. نعم. للزمن. إما لحيق وإما لجان احتياج صحي أو غيرها، وهي احتياجات مادية محدودة. فتخيلي أنها تصرف من هذه الاحتياجات نتيجة توقف الرواتب فترة طويلة. نعم. واستدانة الكثيرين وعدم قدرة الكثيرين منهم أيضا للسحب من البنوك، وعندهم مدخراتهم في البنوك كانت أثناء مرحلة الحرب، أنهم بيسحبوا منها الآن. كم تستطيع أن تصمد هذه المدخرات اللي الناس أدخرتها للطوارئ؟ الناس تقريبا 80-90% مفلسة، وبالتالي حجم الاحتياج الغذائي نقدر نقول أن الناس كلها محتاجة للمساعدة الآن. أنت يجب أن توظف قدرات المساعدات الإنسانية التي تقدم من الجهات في التحالف وفي الجهات الأممية 6 أشهر علشان تقضي على هذه الاحتياج الاقتصادي من المواد الغذائية. لابد أن توفر ما يمنع الناس السؤال داخل بيوتهم 6 أشهر. أعطيك على سبيل المثال، أنا المحامين سنة قبل الحرب من مارس
2014 إلى مارس 2015 مرت سنة وهم في مرحلة إضراب. هم كانوا في مرحلة إضراب لعدم وجود أساساً يعني مبنى قضائي وعدم وتعطل القضاء داخل. تعالي الإضرابات التي أعلنها النادي القضائي وأيضاً نادي القضاء في الجنوب والنادي القضائي في الشمال. الكل كان ليس مستسلم لفكرة أن الإضراب هو الناحية الأفضل، ولكن إنه الإضراب قد يشكل منظومة أو فكرة تساعد على أن الجهاز الحكومي التنفيذي يتحرك لتوفير الحماية للجهاز القضائي، وهو محق أنه يبحث عن الحماية. ولكن مثل القرار الارتجالي لمنع القات، أنا أسميه أو أشبه الإضراب اللي تم من القضاء مثل القرار الارتجالي، هو قرار حكيم أنه عدن بدون قات بمنتهى الصراحة نقولها أجمل وأفضل. ونرجو أيضا أن يعملوا يعني بعض الإجراءات الصارمة ضد الغطاء التشريعي والقانوني، وأيضا لابد أن تفكر في الاحتياج الاقتصادي للأسر إن كان عددهم 500 أو 600 مثل ما قيل أو غيرها من الأسر اللي تعتمد على مدخول القات، وقاد البدائل، المنتوجات الزراعية، استخدام هذه الأراضي في غيرها من القضايا الزراعية وفي غيرها من المحاصيل. سؤالي الأخير في هذا اللقاء أستاذ صالح، الأمل الذي يعيش عليه الأستاذ صالح ديبان؟ من منظور إلهي، النداء الرباني كان والوصية الربانية واردة في كتابنا الشريف، ألا نقنط ولا نقلط من رحمة الله، فدائما التمسك بالأمل بالله سبحانه وتعالى ونعم بالله، وننتقل إلى أن ندعو لقيادتنا السياسية أن تنتهي هذه الأمور، أن يوفقوا إلى إدارة حقيقية، أن يستعينوا بالخبرات. نتمنى، احنا للأسف في مرحلة من المراحل شعرنا أن الكل عبارة عن مشروع مهاجر من هذه البلد، ولكن هذا قرار أنا أعتبره وإلى الآن لا نزال نشعر بهذا المشروع، وهذا قرار غير حكيم ولا أوصي به، بالعكس لن تبنى الأوطان إلا بسواعد أبنائها. حتى وأتمنى أن الناس يرتفع عندها الحس الوطني في الانتماء. أنا ما أقول لك أنه ما فكرت شخصي بأننا أخرج خارج البلد، وأتمنى كذلك أن تساعد الحكومة المواطن لأن يثبت في بلده، وبالتالي العبارة التي موجودة على جوازنا رافقتك السلامة نتمنى ذهاب بلا عودة نتمنى أنها تتحول، لأن هي الأساس. عندما تحمل وثيقة سفرك الوطنية يجب أن تشعر بثقلها وبوزنها، وأيضا تشعر بأنها تناديك بأن زيارتك تكون عملية أو لناحية. صحيح. الأستاذ صالح أحمد ديبان كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا لك. شرفت بكم وسعدت بكم أستاذ. إذا لم تضف إلى الحياة ستكون عبئا عليها، وجميعنا علينا أن نترك بصمة لا تمحى قبل أن نغادر هذه الدنيا. رمضان أقبل بالخيرات على المدينة ليمنح أهلها الطمأنينة والسكينة وينثر المحبة والسلام، وبروح المحبة والسلام أودعكم على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.